رسول الله وآله وصحبه ومن اقتفى أثره وهداه. أما بعد، بادئ ذي بدء شكر الله للقائمين على هذه الدورة المباركة من إخواننا في شعبة جمعية العلماء المسلمين شعبة معسكر، وعلى رأسهم رئيس الشعبة علي الزاير، وكذا شيخنا الفاضل الفقيه الذي تعلمنا منه كثيرا شيخنا ابن حنفية العابدين سدده الله. ثم هذه كليمة سألنيها من تعينت إجابتهم من المشايخ الفضلاء والإخوان النبلاء، وما كان ظني أني سألقي هذه الكلمة بحضور هذا الجمع من المشايخ وعلى رأسهم شيخنا سدده الله. فإذا رأيتم مني تلعثما أو لحنا فاعذروني. وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. وقد ذكر السخاوي تحت هذا البيت تنبيهات مهمة، ولكن عذري أني طلبت من الشيخ مازحا أن يذهب فأبى، ونحن نحبه في الله ولكن أنزل الناس منازلهم. العقيدة هذه الكلمة يخاض فيها باعتبارات: أولا من جهة المعنى اللغوي، ثانيا من جهة ما يقوم بالقلب من عمل القلب، وثالثا من جهة كون العقيدة علما على علم مستقل قائم بنفسه. أما من جهة المعنى اللغوي فإن العقيدة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، وأصل المادة ومدارها على الإحكام والإتقان والإبرام والشد والتوثيق. أما في الاصطلاح باعتبار ما يقوم بالقلب فإن العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يحتمل النقيض، الإيمان الجازم الذي لا يحتمل النقيض، وبعضهم يعبر لا يقبل النقيض، والأمر مقارب. وموضوعنا هو المعنى الثالث أو الاصطلاح أو إطلاق العقيدة بالاصطلاح أو المعنى الثالث، وهو كون العقيدة علما على علم مستقل قائم بنفسه. من التعاريف التي تذكر لعلم الاعتقاد قولهم: هو العلم الذي يبحث في الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز وما يمتنع. وكذا قول بعضهم ممن صنف في العقيدة: هي العلم الذي يبحث عما يجب لله من صفات الكمال والجلال وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به وما يجوز من الأفعال، وعما يجب للرسل والأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، وما يتبع ذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار والبعث والجزاء والقدر والقضاء. هذا تعريف كما ترون لا يسير على طريقة أهل الحدود، وإنما حاولوا فيه أن يذكروا المضمون، وهذا ما يسمونه التعريف بالرسم. ويعني المهم أن يصور لك المقصود من علم العقيدة، وهذا هو الأسهل، أن يذكر في التعريف مضامين أو أصول مضامين هذا العلم. من التعاريف كذلك المشهورة، وهذه تشيع في كتب المتأخرين وحتى المعاصرين، قولهم: علم العقيدة هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية، أو يعبرون بالعقدية، بالأحكام الشرعية العقدية، العلم المكتسب من الأدلة اليقينية. أعيد: العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية. هذا التعريف ترونه بكثرة في الكتب التي تكون كمداخل لعلم الاعتقاد أو علم العقيدة، سواء الكتب المصنفة على طريقة أهل السنة وأهل الحديث أو كتب مخالفيهم من المتكلمين ونحوهم. وهذا التعريف
عليه ملاحظة في قولهم من الأدلة اليقينية. لا شك أن علم العقيدة أو العقيدة لها أدلة، ولكن قولهم من الأدلة اليقينية، ماذا يراد باليقينية؟ إذا أريد باليقينية الأدلة الصحيحة وهي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو أحاداً، فهذا حق. وإن أريد باليقينية إخراج أخبار الأحاد بناء على قول من قال إنه لا يحتج بها في إثبات العقائد، فهذا المعنى باطل، وكثير من المتكلمين هو هذا الذي يريده. إذا قال المكتسب من أدلتها اليقينية هذا مراده، إذن فاللفظ فضفاض يحتمل الحق ويحتمل الباطل. أسماء علم العقيدة، أسماء علم العقيدة هي على مراتب. هناك أسماء أو مصطلحات مقبولة يمكن أن يقال فيها شرعية، أي لا تخالف الشرع وتسير على أصول الشرع، وهناك أسماء أخرى مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، تحتمل الخطأ أو تحتمل الصواب، وهناك أسماء يمكن أن يقال عنها إنها باطلة، بمعنى أن تسمية علم العقيدة بها ظلم لهذا العلم. من الأسماء التي هي حق التوحيد، يقال علم العقيدة وعلم التوحيد، الشريعة، السنة، الفقه الأكبر، الإيمان. هذه الأسماء مستعملة عند الأئمة من المتقدمين ومن المتأخرين، بل إلى يومنا هذا. نبدأ بالفقه الأكبر. هذه التسمية اشتهرت بعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه المشهور اللي هو الفقه الأكبر، وهذا الكتاب جاء من روايات، لأنه وجد من يطعن في نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكتاب مختصر مجمل حوى 5 أبواب في العقيدة بإجمال، روي من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، والرواية الثانية وهي رواية أوسع في مادتها رواية حماد بن أبي حنيفة. المهم، المراد بالفقه الأكبر ما يقابل الفقه الأصغر الذي هو فقه الفروع، لأن مسائل الدين علميات وعمليات، فالفقه الذي يبحث في العمليات هو فقه الفروع والفقه الأصغر، والذي يبحث في العلميات والعقائد هو الفقه الأكبر. كذلك من التسميات المشهورة عند الأئمة للعقيدة الإيمان، الإيمان. ووجه هذه التسمية أن العقيدة في الإسلام مبنية على الإيمان والتصديق، ثم يتبعه العمل. وكذلك من أوجه هذه التسمية أن البحث في مسمى الإيمان وحقيقته ولوازمه وما يتبع ذلك من مسائل من أخص مباحث علم الاعتقاد. لهذا سمى كثير من الأئمة كتبهم في العقيدة سموها بالإيمان، مثلا الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200، الإيمان لابن أبي شيبة المتوفى سنة 25 و200، الإيمان للعدني المتوفى سنة 43 و200، الإيمان للحافظ بن مندى المتوفى سنة 95 و300، الإيمان لأبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 58 و400، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 للهجرة. كذلك من الأسماء الشرعية للعقيدة السنة، والسنة كما لا يخفى على الفضلاء تطلق إطلاقات، تطلق عند الأصوليين بمعنى الخاص، وعند المحدثين، وعند أصحاب السير والمغازي،
وتطلق عند الفقهاء بمعنى المستحب، وتطلق عند علماء المعتقد وهو المناسب لمقامنا على كل العلم الموروث في الاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل الموروث في باب الاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة يسمى سنة، إشارة إلى أن ما سواه بدعة. فهذا الإطلاق هو المراد هنا. ومن الكتب التي سميت باسم السنة السنة لابن أبي شيبة، والسنة للإمام أحمد رحم الله علماء الأمة، والسنة للأثرم، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لأبي داود السجستاني، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر أحمد بن علي المروزي، والسنة للخلال، والسنة للعسال المتوفى سنة 49 و300، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لابن شاهين، والسنة لمحمد بن نصر المروزي وهو غير المتقدم. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم الطبري المشهور بالذكائي. المقصود أنه من إطلاقات السنة العقيدة، فمن أسماء علم الاعتقاد السنة. وعلى هذا تحمل كثير من الآثار التي قد يسيء بعضنا فهمها، كثير من الآثار عن السلف في الحث على التمسك بالسنة ونحوها ليس المراد بها فقط المستحبات وإن كانت قد تدخل، ولكن المراد أصالة الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد وما يتبعه. كذلك من أسماء علم العقيدة علم التوحيد، وتسمى العقيدة بعلم التوحيد لاعتبارين. الاعتبار الأول أن توحيد الخالق هو أعظم بحث في العقيدة، توحيد الخالق سبحانه وتعالى هو أعظم ما يبحث في علم الاعتقاد. ثانيا لأن المراد بالعقيدة الوصول إلى تحقيق التوحيد لله الواحد الأحد. ما المراد بكل هذه العلوم الشرعية؟ المراد أن نحقق التوحيد. لهذا تسمى العقيدة تسمى بعلم التوحيد باعتبار بعض مضمونها أو أهم مضمونها وباعتبار غايتها. ومن المصنفات التي حملت هذا الاسم التوحيد لابن مندة إمام ابن خزيمة، وكتاب التوحيد من الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وكتاب التوحيد لابن سريج البغدادي، وكتاب تجريد التوحيد المفيد أو تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، ودلائل التوحيد للقاسمي. فالمراد بالتوحيد هنا العقيدة. كذلك من الأسماء التي تطلق من الألفاظ التي تسمى بها العقيدة الشريعة، والشريعة تطلق إطلاقات، تطلق على الدين كله وتطلق على الفروع والعمليات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وتطلق على الاعتقاد. ومن ثم سمى جمع من الأئمة كتبهم بالشريعة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري، وكذلك الشريعة للآجري رحم الله علماء الإسلام. هذه أسماء شرعية، وقد ذكرت جملة من الكتب للدلالة على أن هذه الأسماء ليست محدثة في هذا الزمن ونحو هذا، بل هي مشهورة عند الأئمة.